محقق قال لي ايوه بالظبط، بس انا عندي ليكي خبر وحش يا سيلين ومخيف جدا بالنسبه لك. وانا سالته ايه هو الخبر، وهو قال لي انت تعرفي الشخص اللي عمل كل الجرائم دي كويس جدا. وانا قلت له ايه، انت تقصد مين؟ بابا، ايه اللي بيحاول يقوله المحقق؟ وفي اللحظه دي حسيت ان الدم بيغلي في عروقي والارض بتلف بيا وفي صداع فظيع في دماغي. وبابا وقف من مكانه وزعق لي وقال لي روحي على اوضتك، وانت اطلع بره بيتي، احنا مش عارفين اي حاجه عن جرائم القتل دي. والمحقق قال لبابا لحد امتى يا استاذ ايهاب هتتصرف بالطريقه دي وكانك ما بتعملش حاجه غلط؟ انا راجعت كل الكاميرات اللي موجوده على الطريق وعرفت انك انت اللي قتلت السواق، وشفتك وانت بتوقف العربيه بتاعته وسحبته للغابه وقتلته. ما كنتش مصدقه اللي بسمعه من المحقق ولا قادره اتحمل الالم اللي موجود في راسي، وساعتها زعقت بصوت عالي جدا ووقعت على الارض واغمى عليا. ولما صحيت بعد كده لاحظت ان الدنيا هاديه جدا في البيت، وشفت بابا وهو بيسحب جثه شخص للدور الارضي. ولما بصيت بتركيز عرفت انها جثه المحقق، بس عينيه كانت متشاله من مكانها زي السواق اللي اتقتل. وساعتها بابا قال لي سيلين روحي بسرعه اغسلي ايدك، خلاص مش باقي قدامنا وقت، احنا لازم نهرب. وفي اللحظه دي بصيت على ايدي لقيتها متغرقه كلها بالدم، وكنت ماسكه حاجه جوه ايدي وبدات افتحها ببطء، ولقيت عيون المحقق موجوده في ايدي. اخدت نفس عميق وبدات اقول لنفسي ما تقلقش يا بابا، ماما هتنقذنا من اللي احنا فيه زي ما انقذتك لما موت صديقي ورميته في صندوق الزباله، وزي ما انقذتك لما قتلت صاحبي وغرقته في البحيره، وزي ما قتلت صاحبي التالي وزقيته من فوق الجبل، وزي ما انقذتك لما قتلت السواق، وهتنقذنا المره دي كمان.